دايماً بتبلش قصصنا بطلب صغير، والطلب بينطلب بالعادة من حدا عليه دين. بيرن التليفون دغري، الكبار دائماً ما بيقولوا كل شي عندن ياه، ما حدا منن بيعطي أسماء، ما حدا منن بيعطي وعود، الكل لطفة وحبابين، ما حدا بيترك سقات. الكبار ما بيصير انهم ينقتلوا بالأسلحة، بعالم الكبار بيكفي انك تعرف كيف تنقال كلمتين، وبيكبروا الكلمتين والكلمتين بيقتلوا. الكلمات مثل جدول النهر، تنزل من فوق لتحت، يلي بالقمة فوق بيقول كلمتين، يلي قاعد تحت، اللي قاعد تحت هو يلي بينفذ. هيك الحياة دائما، هيك دائما بتنتهي الحروب، مو بالدم ولا بالمعارك. الكبار بيصيروا يترجوا، والختايرة بيصيروا يخسروا كل شي عندهم، كل شي. مهما كان مشوار الصعود للقمة صعب وطويل، الوعى منه بتكون أسرع بكتير. وقت بتقول إنك بقيت لحالك وحتبلش تحكي، كل مين بيعرفك رح يسحب إيده، وكل مين بتندهله بيبرم راسه وبيتركك. وقت بيقرروا الكبار الأضوية بتنطفي بسرعة، وما بيعود الواحد بيشوف شي، وبيغرق المكان بالعتمة مرة تانية.